يعلم متخصصو البستنة الخبراء في مجالهم جيداً أن الحل الأمثل لحصول النباتات على ما تحتاجه من بنية صحية للجذور هو استخدام نظام إيربوت. تستخدم حاويات إيربوت في حدائق النباتات الملكية في كيو لإنبات أكثر من 3000 نوع من أنواع النباتات، منها أنواع كثيرة مهددة بالانقراض. وتحقق حاويات إيربوت نمواً أفضل من خلال طريقتين: فالسماد العضوي حين يتمتع بتصريف وتهوية جيدين يساعد البكتيريا المفيدة على إفراز مزيداً من العناصر الغذائية للنبات. ولدينا كذلك التصميم المتطور للحاويات يعمل على تحسين بنية الجذور بشكل كبير. الإنبات الصحي يبدأ بالجذر الرئيسي، فعندما يصل إلى قاعدة الحاوية فإن الهواء الزائد في وسط الإنبات يعمل على تجفيف حافته، مما يؤدي إلى تقليمه وتحفيز نمو الجذور الجانبية. ثم يتوجه بعدها كل جذر من هذه الجذور الجانبية ناحية إحدى فتحات التهوية بفضل بنية جدار الأصيص، وحينها يعمل الهواء على إحداث المزيد من التقليم والتفرع للجذور لتعود مرة أخرى للجذع مباشرة. فتتكرر العملية وتنمو بسرعة للنبات كتلة من الجذور الليفية المتجهة إلى الخارج، وهو ما يمكن النبات من امتصاص مزيد من العناصر الغذائية والمياه، بما يحفز على النمو بسرعة أكبر. ولإثبات هذه الفوائد المحققة، فمعنا هنا جذور مغسولة لنبات القسطل بعد قضائه عامين في حاوية إيربوت سعة 20 لتراً. ونرى هنا كيف أنتج التقليم الهوائي كتلة كثيفة من الجذور الليفية بدون التفاف، وجعل النبات جاهزاً للتثبيت على الفور عند زرعه في المحيط الخضري. من بين المميزات الفريدة لنظام إيربوت هي إمكانية استخدام جدران إيربوت في إنشاء حاويات لديها القدرة على احتواء الأشجار بجميع أحجامها، حيث تنبت فيها للأشجار بنية رائعة من الجذور الليفية في وقت قصير جداً. فتنتج لنا هذه البنية الكثيفة من الجذور الملفوفة في الخيش والأسلاك، مما يسهل التعامل مع النباتات ونقلها. ثم يتم بعد ذلك غرس الأشجار التي نمت داخل حاويات إيربوت في المحيط الخضري بدون أي عيوب وببنية جذرية ممتازة. وتنطلق الجذور بعد ذلك مباشرة خارج هيكلها الكروي لتشق طريقها في هذا الوسط الجديد، بما يضمن بقاءها ونموها بدون عوائق. تستغرق كرات الجذور العادية وقتاً لإنماء جذور جديدة، مما يزيد من احتمالية فشلها، بينما يمكن للغرس الفوري للنباتات المزروعة في حاويات إيربوت تحقيق نسبة نجاح تصل إلى 100%. وها نحن نرى في جميع أنحاء العالم كيف يقع الاختيار على الأشجار النامية في حاويات إيربوت على وجه الخصوص لاستخدامها في مشاريع التشجير الكبيرة والمرموقة على أعلى المستويات التي لا يوجد للفشل فيها مكان. فلدينا حديقة لندن الأولمبية، حيث جميع الأشجار بها بلا استثناء مزروعة في حاويات إيربوت. ولدينا كذلك موقع معرض إكسبو 2015 في ميلان، حيث يتزين ب12,000 من الأشجار والشجيرات المزروعة في حاويات إيربوت. وكذلك مشروع الغابة الرأسية المدهش الذي استخدمت فيه أشجار مزروعة في حاويات إيربوت وأدمجت في الهيكل المعماري لهاتين البنايتين السكنيتين. وفي الختام نقول، حين تكون بصدد إقامة مشروع سيكون محط أنظار العالم أجمع، فإن استخدام الأشجار المزروعة في حاويات إيربوت سيضمن لك أفضل النتائج على الإطلاق.